المباحثات التي جرت بين المندوب السامي للتخطيط والمديرة الإقليمية لصندوق الأمم المتحدة للسكان للدول العربية سلطت الضوء على الشراكة القائمة بين هذه المندوبية وصندوق الأمم المتحدة للسكان، حيث أن الصندوق له دور فعال في عملية اتخاذ القرار خلال إرساء الخرائط واختيار نموذج الإحصاء المراد اعتماده. حكينا على السند من والتشارك ما بين صندوق الأمم المتحدة للسكان والدولة المغربية والعش سي بي بالتحديد، خاصة في تحليل المعلومات اللي ستنتج عن الإحصاء العام والاستفادة منها لتطور السياسات السكانية. التعاون بين المؤسستين يعتبر رفيع المستوى نظرا لتخصصه في إشكالات متعلقة بالسكان والتي تمثل أولوية المندوبية السامية للتخطيط سواء على مستوى التنمية أو حتى ظروف العيش.